كابتن شريف، الاهلي يستحق الفوز في الشوط الثاني، ولكن تعادل فرض بفعل فاعل. دائما بفعل فاعل، خساره بصراحه. اداء زي ما عودنا النادي الاهلي في الشوط الثاني، وكان من تغييرات من اصرار اللاعبين على احراز الفوز. ولكن تحس انك انت في تغييرات حتى يا اما متاخره يا في حاجه. النهارده الكابتن حاسس من الاول ان انت عندك ضغط احسن من كده، عندك شكل هجومي انت. الفعاليه بيراميدز ملوش اي شكل هجومي واي حاجه الا في اخطائك انت اللي بتدي بيراميدز الميز باص اللي هو بيعمل منه كونتر اتاك، ويملك رمضان، يملك بواليا، يملك تراوري، يملك كان جون انتوي. عبد الله السعيد مش موجود اصلا في المنظومه، يمكن الراجل بتاعهم دونجا هو اللي شايل نص الملعب حقيقه بصراحه. يعني اذا كان دونجا من هنا او ايمن اشرف من عندنا، كل واحد عنده مسؤوليات كبيره قوي بينفذ على اعلى مستوى الحقيقه بكل الروح بكل الجديه. دول اللي ياخدوا عينك في الملعب من اساسه. انما انت عندك شكل اطراف، عندك عرضيات، انما احترنا بقى خلاص. محمد شريف موجود ما بيتحركش على القريبه ولا وبيستنى الكره لغايه ما كيلو وهو مكانه. طلع محمد شريف نازل بواليا، بواليا بينزل بيروح على الجول، ما عندوش الثقه ان هو يسدد الكره على طول او يموه او يعمل اي حاجه، وبنهدر فرص بشكل ساذج انك انت تخسر مباراه زي دي. تغيير اللي عملناه في الاخر ديانج، اذا كنت عايز تحرر اي حد من نص ملعبك زي قفشه مثلا او زي حمدي فتحي وتسيب ديانج هو محطه، تغيير متاخر قوي.